هو عليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القبه عنبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القبه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موتى كده نعمل حاجه قدامي قدام. طب قول يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه تعالى انا اهو خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ انت كاتم خالص بقول لك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا خريف. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. بس يا صوتك ليه تسمعنا؟ ما احسن يا حسنة يا شريف تقلب لي بيت تخشيبة وفين جوازنا؟ لا بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة أرجوكي مش كده. لا بقى يا شريف عبلة عندها حق. ما تتدخليش موضوع زي ده. نجرب منه الشاي يلا خلصيني. أنا؟ إيه خايفة من إيه يلا؟ وهيشرب شاي في بيتي؟ هي أنت هتجنن يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من يد من اعدامه. احسبك حنف القبه. نعم حنف القبه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنة. وانتي ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى عشت الأسامة يا مونة. انتي تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيرة العفريت ده. انتي متجوزة؟ لا. معقول حد بالحلاوة والجمال ده متجوزة لغاية دلوقتي؟ ازيك يا مونة؟ لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي بيتك شيء يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه؟ في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق
هي مين؟ حب الكبير. انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثة عربية كرو. عربية ايه؟ كرو. صورة تلقى الأصل منك. كل حاجة فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيكي، لمسة ايديكي. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده وأحطها على شفايفي. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفة كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. تسقيني بالظبط. هي كانت بتبرق كده برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا تفهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقتش لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكرو. الكرو اسمع. عندها مشكله كرو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص. مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما انا قاعده لك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عيلك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة دي بس يا عبلة. يا عبلة عندك انت حطها فين؟ لقاها. يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني. مش قاعدة في البيت ده. في 60 داهية يا شيف. ايه انت كده مراتك كده شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اوديلك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدام طيب انا تقولي في 60 داهيه عامله. ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عبله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حرمتي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ عايز الحق. الغلطة غلطتك. أنا مش عارف أنت مستحملها إزاي وعلى إيه. بقرع ونزهي على رأي المثل. أخي عريان مش عارف إيه يحب إيه. إيه ده؟ لا وفوق كده إيه؟ نكدي نكدي أوي. أنا عارفه. الغلطة غلطتي أنا من الأول اللي رضيت إني أتجوزه. معلش ملحوقة واللي اتكسر يتسامح. هو مش عارف أنت مين ولا إيه؟ آه غش بس الزمن الأخبر. دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حار ونار في جبتيته ما تسيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. انت بس يا شريف بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى. اللي في دماغها في دماغها. مصممه على الطلاق. مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعت المأذون. يلا هي مسألة عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركبه. لا بقى كده هتدخل نفسك في قواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت معروف تخرج معروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم انت جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش.
ده اصل ايدي جت على البتاع، فالبتاع جه على البتاع، فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع البتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا. يلا بينا، خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في المي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك، والبيت هسيبهولك اشبعي بيه. شريف عبله، انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تتفضي خالص، ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنينوا مع بعضهم؟ اللي بقت عيشه دي كل شويه زعيق ونكد، عيشه بقت تعصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا. انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال خرجت خالص. ماشي، خرجتها وقعدت على تلها. في الزوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيارة. ماشي يلا. الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معاه باشا، متقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانيه. لا لا ليه؟ وطي صوتك، الحته مليانه نضرجيه، لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانيه؟ ده مؤاخذه، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبه. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودره؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودره على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلاه البيت نوسه، جو بتاع بدوي، عشان كده جايين جايين. ما تقلب سجارة باشا كده يجيبك ثواب. سجارة باشا. هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمه. لموا العمليه شويه، مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمه؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافه التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكافتير يكفيه. لا مؤاخذه باشا، انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني، بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. انت اتجننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف اما اقول لك، الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللابة، هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه؟ بدوي. واد يا خالد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل هنا؟ يا ارموها يا معلمي. بيض. بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا، رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. الله، تسلم ابو الرشد. التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايب، بتاعت امبارح كده احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا.
خيري ورشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. يصير الحي تلاقي خيري، ده عمرت اخويا فين؟ الحفظ والصون يا قباها. ازيك يا رشاد؟ بغص العربية؟ وأنا كنت بغص مرسيدس اخي. دلوقتي تصيروا لا بقى، احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اه اسمع، خده واطلع برا واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع ده ويلحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك لغاية ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ليه يا باشا كده يا باشا؟ الله، ده انت بسبعة رواحة يا باشا. سألنا عليه، الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه.
وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طقم يصطادنا بيه وما كناش شفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعه قبل ما يتلام على اخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ احمد طول ما معانا كلمه الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، انا ابتديت اخاف. عشان جبان اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني من ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي حولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي، قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك. قلت ايه يا عبلة؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك، شريف هيتاخر اكتر من كده. اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي؟ مش عايز شاي. بابا منى مالها الذنب؟ انا يا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مره. كملي جميلك بقى وفكلي البلوه دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها، سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع، عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الجره. يا ابو جمعه. مين؟ سي حنفي. يا ابن مالك بلمتك ده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. منى، منى شريف. ألف حمد لله على السلامة. ارتاح ارتاح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضه ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها، وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم إزاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل إيه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. أحسن، على قفاه؟ حنفي! ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ يخرب بيتك يا شريف. عمك فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد. اسم الله عليك يا احمد. ما هو اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم، اقول لك انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمره سيره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش. انت يا ده لقيه فين يا الحقوني. انت يا ده الوقت بيمر، احمد وضوع هيروح في داهيه هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت انا معاه وهيروح يلغيهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعملوا ايه تحت الباب؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ انت مالك اهلك؟ انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده،
انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. انت فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه. في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ يا مدبخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت فاهم المصيبه. لا انت سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا بالهداوه. كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها مش هتفتحي لي لا شريف؟ فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين بعد ما اخد الدش المتين. اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا اصلي في موضوع خاص بيني وبينها. يعني مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انا دور. ايوه كده، في الدور الخامس شقه 53. شكرا. بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وإيه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ أمال أخرج لكم بالبوص؟ مش فاهم أنت جنود في البيت؟ طب يلا يلا.